من الشام، من مهد الأديان السماوية، علت أصوات أجراس الكنائس معشقة بصلوات وقداديس أقامتها الطوائف المسيحية السورية في الكنائس وأماكن العبادة، احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام. نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس. عظات العيد في كنيسة مار جورجيوس للسريان الأرثوذكس في دمشق ركزت على المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن تباشير السلام تلوح في الأفق، ونعيش اليوم في سوريا حالة واسعة من المصالحة. طيب ثور حميم دتليثا يوثا قد اشتم شابحتو لبريثا يثيتو أمثو مويتو زغيتو شو يذبو سيام تاوي عم كل خونا حايل علمي. المشاركون في القداديس والصلوات أكدوا على أهمية العمل لحماية سوريا، موضحين أن انتصار حلب بشارة نصر لكل سوريا لتعود كما كانت دائما، بلد المحبة والسلام والأمان والتعايش والإخاء بين مختلف الأديان والطوائف. ميلاد بطعم الانتصار، ميلاد بطعم الصمود والإصرار على الحياة تعيشه سوريا اليوم، وأمان تعلو في السماء. عسى أن يحمل العام الجديد انتصارا للسوريين في محافظات الوطن كافة.